عشان لما اقول لك بحبك ما عملتوا ايه لما كنا هنا؟ عملنا ايه؟ ماشي السبت السبت عملنا كل الصفوف نمنا؟ مثل العادة لا ما نمنا ولا نهار نمنا نوم نمنا بكير بدي اقول لي شو ما خليت نكمل ما انفك عملت فوكاليز؟ ايه امي اجت تاني نهار ظهري انتوا فليتوا السبت يعني مع بعض الظهر ما مامتك بتغني ان جنرال ولا ما امي صوتها حلو بس تغني ريلي؟ تاني نهار دغري يعني تاني انه ما وقعت عزوز امنا تروقنا جايبت لي ترويقه كمان وعامله الغداء كان في صف سبور عملت معنا سبور مع جورج عملت بوكاليز وخلصنا البوكاليز شو كان عندنا مسرح فلت قبل المسرح بعدين اليانجا بعدين اجت اليان بصف المسرح كمان صلينا جايبه اكل وهيك وقعدنا لعبنا اونو كثير هيدي شو الأكلة الثانية اللي مسويها؟ رز شو؟ رز ولحمة شو؟ أيام طبخة تبع العشاء؟ ما بعرف شو هي
Yeah, I'm gonna talk on the phone. She? Atash, I'm in it. Atash. حطها بالبلاجة برا وما ما دايبه بعد بالمرة بلا شوية يعني ما بيأثر ايوه دارو حرام ايه؟ لا طالع هون قديش هنشتغل معاهم؟ قديش؟ يا عم بسأل امبارح كنا كان ما دايبه ابدا سامرا الاسفل الصغيرة اللي كانت هنا اسمه الكساندرا كل ما مقرب عليها بقول لها بحبك 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 فكانت تقول لي انه خلص خلص اي نو فقلت لها بتعرفي انا بحبك؟ قالت لي ايه بس بتعرفي قديش؟ قلت لي ايه ايه الاوضاع؟ ايه الاوضاع؟ الاوضاع اوكي. شو بيحكي؟ ماما ماميتو صار لي فترة ما كانت اختي ترد، مسوي حالها امي. كشفوها؟ كشفوها؟ لا انا عارف بس اوكي. شيخي ما ارتحت شو؟ امبارح من قبل امبارح لما كلمتك ترد اختي، مسوي حالها ماما. اه كيفك يا ولدي؟ ما ادري ايش بس شو الفائدة يعني إذا حكيت مع أختك على أساس هي ولدك ولا لا أمي تنجلط من حكاية إنه أحكي وتستناني لما تسمع الصوت فاهم؟ ما فهمت آه لأنه هي بس ما عاد هيك إلا بس خفت شوي عن قبل تحكي ليفال كان حلو يجنن وما أدري إيش شدوا حيلكوا ولا تزعلوا بعض يا عمي زعل بعض يا أخي كلام الأم يريح كلام الأب يريح كمان حبيبة قلبي يا مو إن شاء الله أكون عند حسن ظنك طلبت فحم من نونو قلت له يا ليت لو كذا 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 ويا ليت لو يا ليت ولا لنا توصيله عشان تسوي الاله تبعت ال ال تحياتي لكل حبايبي في كل مكان كل ما يتواصلوا معاي منكم واليكم يا عين عليكم ميتة هذه منكم يا اليكم يا عين عليكم منكم واليكم يا عين عليكم تحياتنا لام محمد خطوط السعوديه خطوط السعوديه ام محمد قولي تحياتي لام محمد تحياتي لام محمد في الخطوط في الخطوط الجوية السعودية السعودية واللي مش عاجبه يلقى حواجبه حاط ميك اب خدعتيني من فكر جمالك طبيعي قومي روحي روحي بيتكم اخ مين شو تسوي انا بطني وجعني انا لا حبيبي وحبيبي الي والله طب خلاص احسب حسابي معكم شوف